ارتقينا استضافة السيد عميد حتى إنه يفيد الطلبة في مجال التسويق الإلكتروني حتى يستفيدوا بأكبر قدر ممكن، حتى إنهم يحاولوا إيجاد فرص عمل، يخلقوا فرص عمل لأنفسهم، نظراً طبعاً لأهمية الاعتماد على الإشي الإلكتروني وعلى التسويق الإلكتروني. الشباب الصبايا اللي عن جد أخذ هاي الورشة يطبقوا الإشي اللي هيك عسرية تعلموه هون بالورشة ليحسنوا وجود سواء منتجات أو خدمات فلسطينية عن جد أونلاين للناس اللي ممكن تبحث عليهم أو الناس اللي ممكن تشوف هاي المنتجات أو الخدمات تحت مسمى فلسطيني أو تحت موقع رسمي تابع لشركة فلسطينية. أنا عندي مشروع صغير فاستفدت من هاي الدورة في كتير أشياء، مقابل إني أخذ معلومات كيف أمشي هذا المشروع، كيف أكسب ناس لعندي، كيف أفيد العالم، يكون إلي مستقبل في الحياة الاجتماعية. أعطانا فكر كتير، كيف مثلا تصمم واجهة موقعك، شو الشغلات اللي بتفيد الزبون شخصيا، كيف تعطي فيدباك منيحة عن اليوزر اللي بيستخدم موقعك، كيف تكون تقسيمة الموقع، وفادنا برضو بأهمية الإشي هذا في عالمنا الموجود حاليا في الأونلاين.